وباء حصد أرواح المواطنين ليخيل لهم انتهاء جولة الموت ليظهر مرة أخرى بقوة فقد سابقتها لتبدأ المفارز الصحية بنشاطاتها للتوعية والتحذير من خطورته وأخذ مسحات للعاملين مع العامة بصورة مباشرة لتلافي زيادة أعداد الإصابات. حسب توجيهات السيد مدير دائرة الصحة كربلاء المحترم وضمن الحملة الوطنية التي أطلقها السيد وزير الصحة باشرت اليوم فرقنا الصحية في قسم الصحة العامة شعبة الرقابة الصحية لمتابعة الإجراءات الوقائية في الأسواق والمحلات والمطاعم وكذلك أندية ومطاعم الجامعات. سيتم التأكيد على التباعد الاجتماعي وكذلك لبس الكمامات والكفوف بخصوص المطاعم، بالإضافة لأنه هي الحملة توعوية توزيع البوسترات بالتعاون مع باقي الشعب في القسم. الفترة الأخيرة التي اتضح بها للجميع أن الفيروس قد تمت السيطرة على خطورته لتهمل الإجراءات الصحية لديهم مما سبب ارتفاع ملحوظ بمؤشرات الإصابة لديهم تعين الصحة باتخاذ ما يلزم للحد من انتشاره بين العراقيين. بالنسبة للإصابات اللي حدثت في الآونة الأخيرة في محافظة كربلاء قد ازدادت والأعداد ازدادت كثيرا. وزارة الصحة والدوائر الصحية حقيقة استنفرت قواها وجهودها العاملة في الفترة الأخيرة عكس ما لاحظناه في الفترة السابقة. اليوم وزارة الصحة والكوادر الصحية بدأت تنزل للمواقع وبدأت تنزل للمولات ولكثير من المرفقات الحكومية من أجل إجراء مسحات وكذلك من أجل أنه زيادة الإجراءات الصحية بعد تزايد نسبة الإصابات خصوصا بالفترة الأخيرة التي ازدادت وخصوصا عند ظهور أيضا النسخة الجديدة من المرض. المواطن العراقي الذي ما زال يعيش مسلسل الرعب الذي انتابه تارة الكورونا وأخرى أسعار صرف الدولار لينتهي به الحال بحلقة جديدة من كورونا الموسم الجديد. ضمن الإجراءات الصحية المتخذة من قبل دائرة صحة كربلاء شعبة الرقابة الصحية قسم الصحة العامة، تقوم دائرة صحة كربلاء وبالخصوص قسم الصحة العامة بإجراءات مكثفة على المحلات العامة والمولات والمطاعم والفنادق من أجل التقيد بالتزامات خلية الأزمة اللي متعلقة بارتداء الكفوف ولبس الكمامات ووضع المعقمات داخل هذه المحلات العامة. نلاحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع بعدد الإصابات، ومن خلال العمل شعب الرقابة الصحية بقطاعاتها الأربعة نلاحظ عدم التزام كثرة المواطنين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا. جولات ميدانية لملاكات الصحة في محافظة كربلاء لاستشعار المواطنين بخطورة وباء كورونا الجديد من أجل الحفاظ على سلامتهم من خلال الوقاية الصحية لكل العاملين في القطاعات العامة والخاصة. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.